يلا قائد محراب ابدأ أنت لايف الآن. اوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا المتجدد مع منصة حدوتة الإعلامية في برنامجنا الأسبوعي ألا وهو برنامج حدوتة كشفي. لقاءنا معكم كل يوم سبت من كل أسبوع في الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة. بطاقتنا لهذا اليوم هي عن مرحلة الجوالة، عالم الجوالة. في هذه البطاقة لهذا اليوم موعدنا اليوم السبت 6 نوفمبر، فأهلا ومرحبا بكم. بمدخلنا لعالم الجوالة لابد لنا أن نتعرف ما هي الجوالة. الجوالة هي مرحلة من مراحل الحركة الكشفية للشباب الذين تزيد أعمارهم عن 18 عام وبدأت سنة 1918. بطبيعة الحال نعود مرة أخرى في هذا اللقاء في هذا الموضوع أن الحركة الكشفية بدأت قبل ذلك التاريخ ب 11 عاماً اللي هي عام 1907 عندما أخذ بادنباول مجموعة من الفتية وعسكر بهم في منطقة نائية بعيدة عن المدينة، وكانت هذه في جزيرة تسمى براونسي. وفي هذا المكان استمر لمدة أسبوع، وبعد ذلك عاد إلى المدينة بفكر جديد مع الفتيان الذين كانوا معه، وبعد ذلك بعام أصدر كتابه الشهير الكشف للفتيان في عام 1908. بدأت الحركة الكشفية عالميا تنتشر من وخرجت من بريطانيا كأم إلى جميع الأمصار، إلى جميع الدول، إلى جميع الأماكن، فأصبحت حركة قوية. كثر عدد المشاركين في الحركة الكشفية. فبعد ذلك إذا ما تكلمنا قلنا أن هناك أصدر كتابه كتاب الكشف للفتيان الذي وضع فيه اللوائح والأنظمة والطريقة وكيفية إدارة هذه المجموعات. الجنس الآخر من الشباب، يعني اللي هو هي كانت الحركة للشباب فقط، فبدأ الفتيات بطلب ورغبتهم في المشاركة في الحركة الكشفية، فبدأت الحركة المرشدات أيضا متزامنة مع الفتيان. ثم أتى أصغر السن لأنه كان شغال على مرحلة الفتيان، فبدأ مع مرحلة أيضا اللي هم يسمون كاب سكاوت أو إحنا نسميهم الأشبال، فبدأت الكشافة تنتشر من سن أصغر من ذلك. ثم قسمت مرحلة الفتيان إلى مرحلتين اللي هي مرحلة الفتيان ومرحلة الكشافة المتقدم. بعد ذلك في عام 1918 بدأت هناك يعني حاجة كبيرة، لأن هؤلاء الأفراد بدأوا يكبروا في السن، فأصبح لابد أن يكون لهم يعني اتجاه آخر أو مرحلة أخرى في الحركة الكشفية، فنشأت الحركة الكشفية في عالم الجوالة عام 1918. أهداف هذه المرحلة هي هدف الجوالة تهدف إلى إعداد الشباب الصالح المتماسك المتكامل الشخصية عن طريق طبيعة الحال تقوية التمسك بالدين الإسلامي الحنيف وأيضا بالديانات الأخرى التي لأنها هي محركة عالمية، وأيضا تقوية روح الانتماء للمجتمع بإدراك حاجاته وتلبياتها. هنا مهم جدا علينا أن نعي قضية مهمة، أن مرحلة الجوالة هي مرحلة العلاقة الشديدة بالمجتمع، لأن هذا الشخص الآن في عمر 18 سنة بدأ الآن في مرحلة أن يكون قد يكون رب أسرة، قد يكون عامل في مصنع، قد يكون معلما، قد يكون وهكذا. فأصبح له عضوية في المجتمع ليس فقط في الكشافة، فكان لابد أن يكون للجوالة بالذات اللي هو تحقيق روح الانتماء للمجتمع بإدراك حاجاته وتلبيتها. هنا بدأ الجوالة تهتم بحاجات المجتمع وبدأت في عملية تنمية هذه الحاجات.
بعد ذلك إشباع حاجاته النفسية والاجتماعية والثقافية. بطبيعة الحال كل إنسان لو أخذنا هذه الثلاثة العناصر نجد أنها يعني تساعد في موضوع المبادئ الكشفية اللي هي الواجب نحو الله بالتمسك بالدين، الواجب نحو الآخرين اللي هو الانتماء للمجتمع وحاجات المجتمع مساعدة الآخرين، والواجب نحو الذات وهو إشباع الحاجات النفسية والاجتماعية والثقافية بالنسبة للكشف للجوال. ثم تنمية معارفه وتوسيع مداركه وزيادة ثقافته ومعلوماته، لأن احنا تكلمنا في المرحلة السابقة مرحلة الكشاف المتقدم كان شعارها أفق واسع، وهنا في هذه المرحلة هي مرحلة شعار مرحلة الجوالة تنمية المجتمع. تنمية المجتمع اللي هي الخوض داخل المجتمع ومحاولة يعني معرفة وإدراك حاجاته ثم تنميتها وتلبيتها للجميع. أيضا اكتساب قيم الوعد والقانون. طبيعة الحال أي شخص يرتدي الزي الكشفي أو المنديل الكشفي لابد له أن يكون ملتزما بقيم الوعد والقانون. هناك مهارات كشفية لابد أن يتعلمها الجوال فهي لتنمية هذه. ثم المحافظة على الصحة وإعداده بدنيا إذا تكلمنا عنها من ناحية الحاجات الإنسانية. ثم تأهيله لتحمل المسؤولية واتخاذ القرار. تأهيله لتحمل المسؤولية، ما هي المسؤولية؟ أن يكون عضوا فعالا في المجتمع، أن يكون قائدا كشفيا لمرحلة من المراحل، إما تكون براعم أو فتيان أو يعني براعم أو أشبال أو فتيان أو متقدم. الكلام هذا يشمل الفئتين بالنسبة للجوالة والدليلات، وكما يسمى الجوالة الجوال والجوالة على حسب المصطلحات التي تطلق في المجتمع. اتخاذ القرار بطبيعة الحال سوف يكون هذا قائدا لوحدة كشفية، إذا لابد له أن يتعلم كيفية اتخاذ القرار المناسب الذي لا يعني قد يسبب فيما بعد إلى إشكالية. فهنا من خلال البداية تبعه فيبدأ في عملية تحمل المسؤولية وكيف يتخذ القرار المناسب. سق المواهب وتنمية قدراته الذاتية بطبيعة الحال، وهناك مجلس يدير هذه المجموعة. احنا تكلمنا ان لكل في الطريقة الكشفية ان هناك نظام المجموعات، المجموعات ويقصد بها المجموعات الصغيرة اللي هي كما تسمى رباع او سداسي او طليعة في الفتيان والمتقدم او رهب كما يسمى في مرحلة الجوالة يسمى المجموعة الصغيرة الرهد. فهنا لابد ان يكون هناك مجلس لهذا الرهد أو مجلس للعشيرة كلها بالكامل، فيكون اتخاذ القرار في عملية جماعية من خلال مجلس أمناء الجوالة، ولهم هذا الدور. طبعا بطبيعة الحال لهم ثلاثة أدوار رئيسية، هناك أكثر من دور لكن هذه الثلاثة أدوار الرئيسية اللي هي مناقشة الخطة السنوية للجوالة ومتابعة تنفيذ الخطة وتقويمها. إذا يضعوا الخطة ثم مسؤولية المجلس متابعة التنفيذ وبحث ما يستجد من أمور تخص الجوالة اللي هو تعديل الخطة وتقويمها وإعادتها مرة أخرى. هذه الأهداف الرئيسية لهذه المرحلة. نعود مرة أخرى بشكل سريع هذه المرة أيضا في تعريفنا للحركة الكشفية، أنها حركة تربوية تطوعية موجهة للفتية والشباب غير سياسية مفتوحة للجميع دون تفرقة في الأصل أو الجنس أو العقيدة، وذلك وفقاً للهدف. إذن هناك لهذا التعريف لهذه الحركة هدف والمبادئ والطريقة الكشفية. إذن هذا التعريف يشمل ثلاثة عناصر رئيسية، أنه لابد أن يكون هذه الحركة التربوية التطوعية والتي هي موجهة للفتية والشباب وأيضا للغير سياسية ومفتوحة للجميع دون تفرقة في الأصل أو الجنس أو العقيدة، هنا هي كل هذه موجهة حسب الهدف الذي وضعت من أجله الحركة الكشفية، وأيضا المبادئ والطريقة الكشفية التي وضعها مؤسس الحركة الكشفية اللورد بادين باو. لو تكلمنا عن ماهية الحركة بشكل سريع أيضا، حركة أخذنا المثلث الأول لأنه هناك تجمع لهذه المجموعة المثلثات، هي حركة وتعني مجموعة من الأنشطة المنظمة تؤدي إلى تحقيق هدف معين
إذن هناك مجموعة من الأنشطة، رحلات، زيارات، معسكرات، مسابقات، لقاءات، دورات تدريبية، دورات تثقيفية، تنمية مجتمع، خدمة مجتمع، تدريب ذاتي، تدريب عرفاء، كل هذه أنشطة يمارسها الجوال. أو الكشاف أو المشارك في هذه الحركة الكشفية، فهي مستمرة ليست ثابتة، هي مستمرة ومتنوعة، أيضا تشمل جميع المجالات، فلذلك سميت حركة لأنها لا تقف في حد معين. تطوعية، ويقصد بكلمة تطوعية هنا بشكل سريع تؤكد حقيقة انضمام الأعضاء بإرادتهم الشخصية وتقبلهم لمبادئ الحركة. نعود مرة أخرى، أن كلمة تطوعية يقصد بها أن كل من يرغب في الدخول في الحركة الكشفية يدخل بإرادته. لماذا؟ لأنه سوف يتقبل المبادئ هذه الحركة، فلو أجبر لن يتقبل هذه المبادئ، فعلينا أن نهتم بهذه النقطة ونؤكد عليها عند الجميع. تربوية غير سياسية، إذن هي حركة تطوعية تربوية. المقصود بغير سياسية أن الكشفيات تدخل في أي صراعات سياسية، ولكن ترمي في المقام الأول إلى تعميق الولاء للوطن وتنمية المسؤولية الوطنية. مهما كانت انتماءاتك، هذا الشيء يرجع لك، لن يكون هناك يعني أحد في طريقك، ولكن علينا كل الانتماءات أن تهتم بحاجة واحدة، أن نكون الولاء للوطن. مهما كانت الانتماءات مختلفة، لكن الولاء لابد أن يكون للوطن، وهو الوطن يكون خط أحمر للجميع. فهنا في هذه الحالة نعمق الولاء للوطن وتنمية المسؤولية الوطنية من خلال المشاركة في هذا النشاط أو هذه الحركة. هذه المثلثة الثلاثة تنحصر في من؟ للفتية والشباب. إذن المعني بهذه الحركة هم الفتية والشباب. هدف الحركة الكشفية، إذا نظرنا إلى هدف الحركة الكشفية، هو المساهمة في تربية وتنمية الشباب لتحقيق أقصى ارتقاء بقدراتهم الروحية والعقلية والاجتماعية والبدنية كأفراد ومواطنين مسؤولين في مجتمعاتهم المحلية والقومية والعالمية. وهناك أهداف صغرى، هي إعداد الفتية والفتيات الشباب والشابات في المشاركة والانخراط في الحركة الكشفية، تطبيق الوعد والعمل بالمبادئ، تطوير النمو البدني والعقلي والاجتماعي للشباب، إعداد وتنفيذ البرامج الكشفية والإرشادية. فإذا الكشفية هي رسالة الشباب لبناء عالم أفضل. ماذا قال في هذا الخصوص بادين باول؟ بادين باول مؤسس الحركة الكشفية أكد في هذه النقطة بالعبارة الجميلة التالية. قال مؤسس الحركة الكشفية اللورد بادين باول أن الحركة الكشفية تجعل من الشباب مهندسين في الحياة، أي فاعلين ومنتجين ومبدعين. فالكشفية هي رسالة نمو للشباب، والكشافة هم رسل السلام. الأساسيات التي تبدأ بها الحركة الكشفية هي تعريف الحركة الكشفية وتطرقنا إليه، وأسباب نشوء الحركة الكشفية، وذكرنا أنها بدأت في هذه الفترة في 1907، فهي أسست من أجل الحياة، التربية من أجل الحياة. هدف الحركة الكشفية كما قلنا أنها المساهمة في تنمية الفتية والشباب لتحقيق أقصى قدراتهم وإمكانياتهم البدنية والعقلية والوجدانية والاجتماعية والروحية، التي هي تعتبر الانتماءات الخاصة بهم، وكأفراد ومواطنين مسؤولين وكأعضاء في مجتمعاتهم المحلية والوطنية والدولية. عندما تكلمنا عن وفق الهدف وتكلمنا عن الهدف، والآن عندنا الجزء الثاني المبادئ. ما هي المبادئ الكشفية؟ هي القوانين والمعتقدات الأساسية التي يجب مراعاتها لتحقيق الهدف، وهي تمثل قواعد السلوك التي تميز جميع أعضاء الحركة الكشفية.
ولو نظرنا إلى شعار الكشافة نجد أنه عبارة عن زهرة اللوتس، وهذه الزهرة من 3 بتلات ومربوطة مع بعض بحزام. فالبتلة الأولى تذكر الكشاف، تذكر أي منتمي، تذكرنا جميعا أن هذه البتلة تذكرنا دائما بواجبنا نحو الله. ما هي هذه الواجبات؟ هي الالتزام بالأسس والمبادئ الروحية والولاء للدين، والتمسك بمبادئ والعمل بإرشادات، والحرص على أداء الشعائر في أوقاتها، والالتزام بما يدعو إليه من قيم وفضائل. إذن عندما نتكلم عن الواجب نحو الله هو الالتزام الديني، الواجبات الروحية كما تقول. طيب، ما هو المبدأ الثاني؟ إذن البتلة الثانية هي عبارة عن الواجب نحو الآخرين، وهنا تكون العلاقة مع المجتمع تعتمد إلى الولاء للوطن وتنمية المجتمع والمشاركة في بناء عالم مبني على السلام والوئام والصداقة والتفاهم العالمي. إذن الكشفية هي أخوة كشفية شاملة. هنا نؤكد أن دور الكشاف، دور الجوال، دور الشبل، دور البرعم، دور الفتيان، الفتيات، الجميع دورهم هو العلاقة مع المجتمع وتنمية الولاء الوطني وتنمية المجتمع والمشاركة في بناء هذا العالم الذي نحن فيه بالسلام والوئام والصداقة. لدينا المبدأ الثالث اللي هو البتلة الثالثة، هي الواجب نحو الذات. إذن علي أن أهتم كما أهتميت بواجباتي الروحية واهتميت بواجباتي نحو الآخرين، فلا بد أن يكون لي انتماء خاص بي، وهو الانتماء أو الاهتمام بنفسي، بأن أكون أهتم بذاتي فيما أقدم في هذه البرامج. وهنا يكون مسؤولية تنمية الذات من خلال تنمية القدرات والمواهب المتنوعة لإبراز شخصية ناضجة. الطريقة الكشفية هي أسلوب ونظام موجود فقط في الحركة الكشفية، لذلك تعتبر الطريقة الكشفية نظاماً أساسياً لتحقيق المقترح التربوي، ويقصد بالكلمة المقترح التربوي جميع الأنشطة والبرامج التي تقدم للمشاركين. المقترح التربوي الحركة الكشفية، ويتم تعريف الطريقة الكشفية بأنها نظام للتعلم الذاتي التدريجي. لو لاحظنا من قبل 5 أسابيع أو عفواً 10 أسابيع بدأنا في موضوع العالم الكشفية، فبدأنا بمرحلة البراعم وتكلمنا فيهم عن خصائصهم وإمكانياتهم، فإذا هناك معلومات تعطى لهم. فعندما ينتقل من مرحلة البراعم إلى مرحلة الأشبال هناك برامج أخرى وهي متدرجة، قد ترى أن المعلومة هي نفسها ولكن متوسعة بشكل آخر في المرحلة التي تليه، ثم الفتيان، ثم المتقدم، وأخيرا الجوال. إنها طريقة واحدة تقوم على تفاعل عناصر ذات القدرة من الأهمية. إذن هناك مجموعة من العناصر، عددها 8 عناصر، تعمل مع بعض كنظام متماسك متناغم، ولعل تنفيذ هذه الطريقة مجمعة متوازنة هو ما يجعل الكشافة حركة فريدة من نوعها في العالم. العناصر 8 تشكل الطريقة الكشفية، وهي هذا الشكل الذي هو أمامنا، بالوعد والقانون والتعلم الممارسة، التقدم الشخصي، نظام المجموعات الصغيرة، دعم الراشدين، الإطار الرمزي، حياة الخلاء، والمشاركة المجتمعية. الوعد والقانون، التعلم بالممارسة، التقدم الشخصي، نظام المجموعات الصغيرة، حياة الخلاء، الإطار الرمزي، دعم الراشدين، وأخيراً المشاركة المجتمعية. وهذه تكمل العناصر 8 المجتمعة مع بعض في هذا النظام الرائع ويسمى الطريقة الكشفية. ما هي مهمة الحركة الكشفية؟ هذا عامل مهم جداً. كلما نضع هذه العلامة، العلامة التجارية الموجودة، نجد أن الكشافة من أجل عالم أفضل. هذا هو أهم ما في الموضوع، علينا أن نهتم بهذه النقطة. فإذا مهمة الحركة الكشفية هي المساهمة في تربية الفتية والشباب
من خلال نظام القيم الذي يعتمد على الوعد والقانون الكشفيين للمساعدة في بناء عالم أفضل للفتية والشباب ليكونوا أوفياء للذات كأفراد والقيام بدورهم في بناء المجتمع لكي يخدموا وطنهم الذي هم يعيشون فيه. هذه مجموعة من البرامج والأنشطة التي يقوم بها الكشافة والجوالة والأشبال في جميع أنحاء العالم، من برامج من توعوية، من تثقيفية، من تنموية، من بيئة، من الحضور في بعض الكوارث لا قدر الله، أو مساعدة الآخرين، أو تقديم الخدمات العلاجية، أو يعني الكثير من الأنشطة. وهنا أمامنا مجموعة من حوالي 20 نشاط أمامنا متنوع يقوم به أخوانكم الكشافة في العالم أجمع. ما هي رؤية الحركة الكشفية؟ يقال أن بعد عامين، إحنا الآن في عام 21، بعد عامين لابد أن يكون من رؤية الحركة الكشفية عالميا أن يكون عدد المنتمين للحركة الكشفية بمئة مليون شاب وشابة، ليكونوا مواطنين فاعلين في إحداث التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم وفي العالم على أساس قيم مشتركة. إذن الآن تقريبا وصلوا إلى حوالي 80 مليون، باقي 20 مليون، وإن شاء الله خلال العامين القادمين يمكن استكمال هذا العدد، لأنه هدف لرؤية تم وضعها وعملت الحركة المنظمة الكشفية العالمية إلى تنمية هذه الرؤية وتحقيقها بإذن الله في عام 2023، بأن يكون عددنا في العالم 100 مليون شاب وشابة منتمين للحركة الكشفية. عالم الجوالة، هنا نعود ثاني مرة إلى مخطط السير للحركة الكشفية من بدايتها حتى نهايتها، يعني من بداية أول مرحلة فيها حتى آخر مرحلة في هذه الحركة. هي مرحلة، هي خامس المراحل الكشفية وآخرها لبناء الفتاة والشباب في جوانب عدة من خلال أنشطة تربوية مدروسة حتى يتمكن من تكوين الشخصية المتكاملة، وهي تشكل الأساس لمراحل الكشافة المتلاحقة، وهي عبارة عن مجموعة من الشباب تتراوح، طبعا الشباب والشابات تتراوح أعمارهم بين 17 و26 عاما. وهنا هذه المرحلة هي مرحلة اكتمال الرشد، تكوين الجماعة الفاعلة، الاعتماد على النفس، وروح التحدي، التنافس المنظم، حب القيادة، الاهتمام بالمجتمع وتنميته. فيمكنك أن توصل لهم كل المعلومات من خلال هذه الأساليب الشيقة التي هي بالنسبة لهم مهمة، وهذا دورنا نحن القادة في عملية استكمال جميع المراحل التي تبدأ من مرحلة البراعم من عمر 5 سنوات، ثم ننتقل إلى مرحلة الأشبال من 5 سنوات حتى عمر 7 سنوات تكون مرحلة البراعم، والأشبال يبدأ من عمر 7 سنوات إلى عمر 11 سنة، وهذه مرحلة الفتيان. في هذه المرحلة، في هذه الفترة الزمنية، تبدأ هناك كثير من البرامج حتى ينتقلوا إلى العمر الآخر اللي هو 11 سنة، فتبدأ مرحلة الفتيان وتستمر هذه المرحلة من عمر 11 سنة حتى عمر 15 سنة. إذن هذه المرحلة تكون هي مرحلة الفتيان، ثم من مرحلة 15 سنة اللي يكون الكشاف المتقدم حتى عمر 17 سنة، وكانت عندنا الحلقتين الأخيرة الأسبوع الماضي عن هذه الحلقة، وهي حلقة الكشاف المتقدم. الآن نتكلم عن الجوالة التي تبدأ من عمر 17 سنة وتنتهي في 26 عام. بهذه الطريقة نكون استمرينا من عمر 5 سنوات حتى عمر 26 سنة، وتكون الفترة التي قضاها الفرد في الحركة الكشفية منتمي إليها تقريبا 21 عام، تختلف بعض الدول إلى 20 عام، بعض الدول إلى 19 عام إجمالا
من البراعم حتى الجوال، لا نختلف في عدد الأعوام في الدول، ولكن نتفق أن يكون هناك مراحل وعلينا الالتزام بهذه المراحل الخمسة: البراعم والأشبال والفتيان والمتقدم وأخيرا الجوالة. إذن المراحل الكشفية في كشفيتنا باللون البرتقالي اللي هي من 5 سنوات إلى 7 سنوات مرحلة البراعم، واللون الأصفر من 7 سنوات حتى 11 سنة، ومرحلة الفتيان من 11 لـ15، ومرحلة الكشاف المتقدم من عمر 15 سنة حتى عمر 17 عاما. وأخيرا المرحلة التي نحن فيها من عمر 18 سنة 17 سنة حتى 24 حتى 26. قلنا هذه الفترة هي تختلف من دولة إلى أخرى، فلا نتقيد بهذا الزمن، ولكن نتقيد بالمرحلة أنها تبدأ من عمر 17 سنة وما فوق. فمن يبدأ ب 18 يبدأ ب 17 لا مانع، ولكن في النهاية هذه المرحلة وتنتهي في عمر 24 أو تنتهي في عمر 26 حسب ما هو موجود في جميع المراحل الكشفية. مسميات هذه المرحلة، تعودنا أن نعرف لكل مرحلة لها مسمياتها الخاصة، وهذا ما يعرف لدينا كشفياً بما يطلق عليه الإطار الرمزي. هنا عندنا المسمى وعندنا المرحلة، فالمرحلة العمرية واسم الوحدة واسم المجموعة الصغيرة وعدد أفرادها، لدينا هنا هذه المعلومات. نبدأ في المرحلة العمرية من 17 لـ26، اسم الوحدة الصغيرة، الوحدة الكبيرة طبعا اللي هي كما يقال عنها وحدة كشفية أو فرقة كشفية، هي العشيرة بالنسبة لمرحلة الجوالة. هنا في خطأ مطبعي في الكشاف المتقدم. عدد أفراد المجموعة الصغيرة أو اسم المجموعة اسمها رهط، وعدد أفراد المجموعة الصغيرة من ستة إلى ثمانية. المسؤول عن هذه المجموعة الصغيرة يسمى رائد. هنا لو نأخذ التفاصيل، كان في السابق يسمى يعني مثلا من عمر 5 لـ7، من 7 لـ11، من 11 لـ15، من 15 لـ17، ومن 17 لـ26. إذن لكل مرحلة سنية لها مرحلة كشفية. الوحدات كانت هناك تسمى فرقة أو تسمى وحدة كشفية، في الجوالة تسمى عشيرة، المجموعة الصغيرة في البراعم تسمى رباع، في الأشبال يسمى سداسي، في الفتيان والمتقدم يسمى أو تسمى طليعة، وفي مرحلة الجوالة تسمى رهط. عدد الأفراد لو تكلمنا 4 أفراد في الرباع، 6 أفراد في السداسي، ومن 6 إلى 8 بالنسبة للفتيان والمتقدم، وأيضا عدد أفراد الرهط من 6 إلى 8 إلى 9 يمكن أن يكون عدد أفراد الرهط الواحد. مسؤول هذا الرهط، مسؤول المجموعة الصغيرة يسمى رائد. إذن من يدير هذا الرهط يسمى رائد. هنا نجد أن المسميات بدأت تختلف عن المراحل السابقة في الكشاف المتقدم. كيف يتم تعيينه؟ باختيار الرهوط. هنا الآن نجد أن دور القائد بدأ ينسحب انسحابا كاملا، يبقى هو متفرج في هذه المرحلة. الذي يتم تعيينه من قبل هذا الرائد، من يديره، أو عفوا من يعني يعطيه المسؤولية بقيادة هذه المجموعة الصغيرة، أو كيف يتم تعيينه، يتم من اختيار الرهط. يعني احنا نضع 6 أو 8 أشخاص في رهط واحد متنوعين، ثم نطلب منهم أن يختاروا واحد منهم، فهم عليهم الاختيار بالتصويت أو التزكية أو ما شابه ذلك. إذن الذي يختار هذا العريف هم زملائه. من هو مسؤول الوحدة من أعضائها؟ يسمى بقيادة الرائد اللي سميناه أول. من هو مسؤول الوحدة الكبيرة اللي هي العشيرة؟ الرائد الأول.
كان يسمى سابقا رائد الأكبر، ولا يزال في بعض الدول يسمى الرائد الأكبر هنا، وتم الاتفاق على أن يكون المصطلح الرائد الأول زي العريف الأول. كيف يتم تعيينه؟ يتم تعيينه من خلال الاختيار من رواد الرهود. إذن الرائد الأول هو قد يكون أحد رواد الرهود، وهؤلاء الرواد نفسهم هم الذين يختاروا هذا المسؤول عنهم الذي يسمى الرائد الأول. إذن يتم تعيينه من خلال الزملاء ورواد الرهوط الذين يختارونه لكي يكون معه. ما هو المجلس الذي لديه القرار؟ مجلس الوحدة أو مجلس الرهط بالنسبة للرهوط، مجلس الرهط، أو بالنسبة للعشيرة أمانة مجلس العشائر. اتخاذ القرار في المجلس بإشراف من مجلس الإدارة وقيادة الرائد الأول. قائد الوحدة لابد أن يكون عمره 21 سنة. لاحظ الآن أن عدد الأفراد، أن المرحلة السنية لهذه العمر من 17 إلى 26. إذن لابد أن يتم اختيار المسؤول عن هذه الوحدة بالكامل كمشرف عليها، لابد أن يكون شخص على الأقل عمره 21 عام ومؤهل لقيادة عشير، يعني حاصل على الشارة الخشبية في مرحلة الجوالة الأفضل. وإن كان حاصل على الشارة الخشبية بالمطلق فهو يكون هذا الأعم والأشمل. دور القائد بالنسبة للأفراد هو الصديق والمستشار، هذا الشخص اللي هو عمره 21 القائد على الوحدة عن هذه العشيرة ويسمى الصديق المستشار. دوره هو النصح والمشورة. ما هو اللون المميز لهذه المرحلة؟ هو الأحمر، شعارهم تنمية المجتمع. إذن هذه المسميات في هذه المرحلة. ما هو رمز هذه المرحلة؟ مرحلة الجوالة. الشعار الذي دائما نتكلم عنه لابد أن يكون هناك شعار لكل مرحلة. فنعود أيضا مرة أخرى إلى الإطار اللي هو شكل الفكرة الغير مكتملة، الجوانب، وهي تكمل الجوانب الباقية. فالإطار هو هذا الإطار الذي يقصد به الإطار. ثم اللون، اللون هو الأحمر، هو لون التفاني ولون الدم المراق. يعني هنا المقصود بكلمة الدم المراق الدم يعني المتوقد الذي دائما في الحيوية والشباب لهؤلاء الشباب المسؤولين عن الجوالة. وهذا هو المطلوب من الجوان، أن يتفانى في خدمة الآخرين وتنمية المجتمع. هذا اللون هو اللون الأحمر، ويكون هو السهم الأخير في مجموعة السهام الخمسة. شعار الجوال عفواً تنمية المجتمع. الرمز العصا ذات الشعابتين التي يستخدمها الجوال في الترحال، وترمز إلى التمييز بين طريق الخير والشر. الأسهم الخمسة هي تدل على المراحل الكشفية الخمسة، بدءاً من البراعم ومروراً بالأشبال فالفتيان، وهذه المراحل وهذه الأسهم. وهنا تكتمل الآن الكمية كلها بالكامل، الخمسة الألوان تكتمل بهذا، تنتهي المراحل في الحركة الكشفية تنتهي بمرحلة الجوالة. وهنا نأكد أن القيادة، أن القادة ليسوا ضمن المرحلة. المرحلة هي فقط ما يطلق عليهم براعم أو أشبال أو فتيان أو متقدم أو جوالة في كلا الفرعين للذكور والإناث، بالنسبة للبراعم أو الزهرات أو المرشدات، وأيضا بالمرشدات المتقدمات أو الدليلات ما يطلق لهم في هذه المسميات. أما القادة فليسوا من ضمن المراحل الكشفية، هم مسيرين، هم منظمين، هم مخططين بالتعاون مع الطليعة أو عفوا مع الوحدة أو الفرقة الكشف. الأهداف التربوية للمرحلة، لكل مرحلة سنية من مراحل الكشفية أهداف تربوية خاصة بها، وهذه الأهداف هي تتميز على حسب المرحلة التي نحن متواجدين فيها.
فعلينا أن نهتم أن هذا الفترة الزمنية من 17 عاما إلى 26 علينا أن تكون برامجنا منصبة إلى هذه المرحلة. الهدف الآخر بعد هذه المرحلة نبدأ معهم في تأهيلهم لمرحلة القيادة، أن يكونوا قادة هذا الوطن المعطاء. في كل دولة يكون دور الجوالة هو تقديم الخدمة وتنمية المجتمع، وأن يكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعاتهم وينتموا إلى الوطن، وهذا هو الهدف. بصفة عامة تهدف هذه المرحلة في الوسط استكمال وتعزيز التربية التي يتلقاها الفتى في وسط الأسرة من جهة، وإعداده المرحلة الكشفية التالية من جهة أخرى. طبعا في البيت هناك تربية، خارج البيت هناك تربية نقوم بها نحن الكشافة من مرحلة البراعم حتى مرحلة الجوال. الأهداف التربوية لمرحلة الجوالة: الالتزام بالقيم الدينية في الحياة الشخصية، تقويم المواقف في إطار من القيم والأخلاق والعادات والتقاليد في المجتمع. لو نلاحظ إن لو كنا في المراحل السابقة كنا نتكلم عن الملعب، اللعب، عن المرح، عن البرامج، عن الأنشطة، هنا نلاحظ في مرحلة الجوالة التركيز على القيم، لأنه هذا الشخص راجل أصبح مكلف. هذا الشخص لعمره 17 أو 18 سنة في أغلب الدول يعتبر شخص بالغ لديه القدرة والمسؤولية أن يتحمل جميع أعباء الحياة. فهو الآن في هذه المرحلة، هو علينا بناء البناء الصحيح في إطار من القيم والأخلاق والعادات الخاصة بنا في كل دولة، والتقاليد الموجودة والأعراف الموجودة في كل دولة، وأيضا المجتمع الذي يعيش في هذا الشخص. ترسيخ أسس العمل بروح الجماعة. هنا نبدأ في موضوع أن لا فردية. الكشافة من بدايتها، من أول مرحلة من البراعم حتى الجوالة، نؤكد على قضية نحن وليس أنا وليس أنت. عندما نفرح نفرح جميعا، نفرح ولا أفرح. عندما نحزن فنحزن جميعا ولا أحزن وحدي. عندما نشارك نشارك جميعا ولا أشارك وحدي. فهي في جميع مناطق الحياة يكون لنا دور بعمل روح الجماعة وليس العمل الفردي الوحيد. العمل الفردي والجماعي بطبيعة الحال هنا بدأ هذا الشخص في مرحلة الإدراك، بدأ في مرحلة المسؤولية. قد يكون هناك بعض الأشخاص، بعض الدول في هذا السن قد يكون هذا الشخص متزوج ولديه أطفال ولديه أسرة. فهنا نبدأ في عملية تحسين الظروف العمل الفردي والجماعي عن طريق المساعدة والمساهمة، فأن يكون كل فرد في مرحلة الجوالة لديه اهتماماته الشخصية والمجتمعية، وكيف يستطيع أن يحصل على مدخرات يستطيع أن يعين بها نفسه. أنا أعلم أن هناك كثير من الدول الدراسة فيها دراسة مدفوعة، فعليه أن يشارك لكي يقدم ويتعلم ويكون أفضل ما يكون. التمسك بالحقوق وأداء الواجبات في الحياة الشخصية والاجتماعية: لكل إنسان لديه حقوق وعليه أن يقدم واجبات أخرى للمجتمع، فعليه أن نهتم بحقوقه الشخصية وأداء الواجبات الاجتماعية. تدعيم القدرات والمهارات المهنية: بطبيعة الحال كل إنسان لديه قدرات ولديه مهارات، وهنا نبدأ في موضوع المهنية. يعني ممكن هنا نعلم الشخص في هذا السن أن يكون ميكانيكي رائع، أن يكون سباكا رائعا، أن يكون مهندسا رائعا، أن يكون منظما رائعا، أن يكون شاعرا رائعا. هل أنا أولد فيه الشعر؟ لا، أنا أساعده في عملية تنمية مهاراته. قد نساعده في أن يشترك في مجموعة، في منتديات علمية اجتماعية ثقافية اجتماعية، وهنا يكون دور الجوالة والكشافة عموما في أن تتيح الفرص للأبناء بالمشاركة. نحن كلنا نعلم في الوسط الكشفي أن لولا الله سبحانه وتعالى ثم انخراطنا في الحركة الكشفية لما تعرفنا على المجتمع بشكل أوضح، لما كان لنا أصدقاء في جميع أنحاء العالم.
في جميع أنحاء العالم، وأقولها بالفم المليان، كل واحد منا يرتدي الزي الكشفي ويرتدي المنديل الكشفي، لديه من الصداقات الداخلية والمحلية والإقليمية والعالمية، فأكاد أجزم على ذلك. فمن أين إذا لم يكن منخرطا في مثل هذه الأنشطة وهذه البرامج وهذه الوحدات الكشفية المتنوعة لما حان له أو لما كان له هذا النوع من الصداقات العالمية. تنمية المهارات القيادية المختلفة، بطبيعة الحال هنا نبدأ نركز على القضية القيادة، نبدأ نركز على قضية القيادة. هنا مهم جدا أن يبدأ في هذه المرحلة أن ندخله معنا في الدورات التدريبية للقيادات مع مراعاة أنه داخل المرحلة، وإن حصل على مؤهل فمؤهله هذا هو لم عندما ينتهي من المرحلة. فلو كان هناك شخص من الجوالة وحصل على الدورة الأولية والدورة التأسيسية أو المتقدمة وحضرها، وأيضا حتى استحق في خلال 3-4 سنوات واستحق الشارة الخشبية فيلبسها، فإذا كان ليس لديه وحدة كشفية ولا يزال يدرس أو ينتمي إلى عشيرة الجوالة فهو جوال وإن كان حاصلا على تأهيل قيادي، وإن كان حاصل على تأهيل قيادي. عندما يمارس القيادة بأن تكون له وحدة كشفية خاصة به أو يدرب فيها أو يكون له دور أو يشارك في أحد الفرق الكشفية، هنا نطلق عليه كلمة قائد، لا يأخذ مسمى قائد، هو مؤهل قيادي ولكنه ليس قائد طالما أن ليس لديه وحدة كشفية، ويجب أن نفرق إلى هذه النقطة بالذات. مواجهة المشكلات الاجتماعية والبيئية الحالية والمستقبلية، بطبيعة الحال عندما نأتي إلى قضية نتكلم مجتمع وأنشطة استدامية واجتماعية ومستقبلية، إذن هناك عندنا الأهداف 17 أهداف التنمية المستدامة، وأكبر عدد مشارك في هذه الأهداف هم مرحلة الجوالة في جميع الدول العالم. فلذلك هو لديه اهتمامات ويعرف كيف يواجه المشكلات الاجتماعية المحلية والبيئية في المحلية أو الحالية والمستقبلية، وأيضا يعلم ماذا لدى الآخرين من مشاكل لكي يقدم الحلول من خلال المؤتمرات واللقاءات. التعرف على المجتمعات الخارجية وأنظمتها وتكوين الصداقات. مستوى الأداء البدني لنفسه والآخرين لتحقيق الصحة والنشاط. نلاحظ أن هنا في هذه المرحلة أن لا نهتم فقط بأنفسنا، أن أنا أتعلم ثم أوجه الآخرين، أنا أدرب. الآن أنت في مرحلة قيادة، في مرحلة تكون فيها قائدا، فعليك أن تتعلم كيف تدرب، كيف تعلم، كيف تحقق الصحة والنشاط للآخر. بطبيعة الحال الوعد والقانون لمرحلة لهذه المرحلة هي مثل الوعد والقانون في كل المراحل، ولا يختلف المسمى، إنما هي قد تختلف مصطلحاتها من دولة إلى أخرى. فيطالب جميع الأعضاء في الحركة الكشفية، الأعضاء جميعهم، نحن قيادة، الرواد، المرشدات، الرائدات، الأشبال، الزهرات، جميع المنخرطين الذين يرتدون الزي الكشفي عليهم أن يلتزموا بالوعد والقانون والعمل بما جاءت به المنظمة الكشفية، الحركة الكشفية، من ومسمى الكشافة أعم وأشمل لكل المراحل. فلو قلنا مثل واحد زي هو في مرحلة الريادة يعني رائد كشفي، ولو قيل لي في الخارج يا كشاف، لأكيد لنظرت إلى من ينادي علي، لأن الكلمة الكشافة هي أعم وأشمل لنا جميعا لكل من يرتدي المنديل الكشفي. وعد وقانون الكشافة لمرحلة الجوالة مثل المراحل السابقة، أعد بشرف أن أبذل جهدي في القيام بواجبي نحو الله ثم الوطن، وأساعد الناس في جميع الظروف، وأن أعمل بقانون الكشاف. هنا البند الأول في هذا الوعد غالباً بيختلف من دولة إلى دولة، وقد يتفق عليها الكثير وقد يختلف عليه.
ليس في المحتوى إنما في المصطلح. وكما قلنا سابقا أن لدينا في المملكة العربية السعودية الوعد، أعد أن أبذل جهدي في أن أقوم بما يجب علي نحو الله ثم المليك والوطن، وأن أساعد الناس في جميع الظروف، وأن أساعد الناس في جميع الظروف، وأن أعمل بقانون الكشف. إذن هذه الثلاثة العناصر التي ألتزم بها. هنا لم نخرج نحن أو غيرنا من الجمعيات عن النص الأساسي للكشافة كما أتى من المنظمة العالمية، ولكل دولة الحق في تغيير المصطلح بما يتوافق مع عاداتها وتقاليدها. القانون، فقانون الجوالة هو مثله مثل الكشافة، الجوال صادق، مخلص، نافع، ودود، مهذب، رفيق بالحيوان ومحب للنبات، مطيع، باش، ومقتصد، وأخيرا طاهر القول والفعل والعمل. إذن الوعد من مرحلة الفتيان حتى الجوال لا يتغير، قد يختلف نسبة في الأشبال، بأن أصنع معروفا كل يوم بدل أن أساعد الناس جميع الظروف أنا يقول أن أصنع معروفا كل يوم، أما الوعد فهو في عند الجميع واحد. الآن نتكلم عن الجزئية الصغيرة اللي هي الجزئية المكونة لهذه المجموعة كما تسمى الرهط. النظام الرهط أحسن آلية تربوية تعتمد عليها الحركة الكشفية في مرحلة الجوالة، وأيضا جميع المراحل أن يكون هناك لنا طليعة التي تكون في تكون في الشاب الشعور بالمسؤولية ونبذ الأنانية وحب الظهور. والرهط هو خير مربي لتعويد الشباب على الحياة الاجتماعية والتكافل والتعاون. إذن من خلال نظام الرهوط هناك لنا عمل جماعي، لنا عمل بالمجموعة. ولا أتكلم عن نفسي، ولا أتكلم فقط ما أنا قدمت أو أحب لنفسي فقط، إنما هو نبذ الأنانية وحب الظهور والعمل كمجموعة واحدة. فإذا كان نظام الرهوط مثل هذه القيمة، فعلى قائد العشيرة أن يعمل في بدء الأمر على تركيزه وتنميه. عندما أتكلم على قائد العشيرة ونقول أنه ليس هناك قائد للعشيرة رئيسي، إنما هو معين، هذا في بعض الدول التي يكون فيها الجوالة لابد أن تنتمي أو تكون تحت نظام إداري معمول به في تلك الدولة، فهنا لابد أن يكون هناك قائد لهذه العشيرة بالنسبة لهذا، يعني شخص مرشح. أما في العموم فيكون قائد العشيرة هو واحد منهم. الرهط وليعلم بأنه لا يترك للرائد وجودا. طبعا هنا علينا أن نتأكد من الأخوان في القيادات أن في الرهط علينا أن نعمل جميعا، وأنت كقائد على هذه العشيرة أن تعطي الفرصة لرواد الرهوط أن يقوموا بدورهم، أن يوزعوا المسؤوليات، أن يهتموا بكل أمورهم، أن يكون لهم مكتبة، أن يكون لهم صيدلية، أن يكون لهم أدوات وخامات، أن يكون لديهم كل ما يحتاجوا في حياتهم. لماذا الطليعة أو هي المجموعة الصغيرة تكلمنا عنها؟ فهي لجمع المعلومات. الرهط أن يكون لديه مكان ينتمي إليه، لديه يعبر عن رأيه، يدلي بأفكاره، يقول ماذا لديه، ثم يناقش من خلال المجموعة، وبعد ذلك يتم المناقشة ويتخذ القرار الجماعي. ما هي المسؤوليات؟ عندنا رائد الرهط، عندنا مساعد الرائد، عندنا أمين السر، أمين العهدة، أمين الصندوق، أمين المكتبة، وأيضا المنشد أو المسؤول عن هذا. العلم والبيرق للرهط. بيرق الرهط بنتكلم عنها دائما كلها من مرحلة البراعم حتى انتقلنا إلى مرحلة الجوالة، هو علم واحد عبارة عن مثلث متساوي الأضلاع، طول كل ضلع 45 سنتي، يعلق على عصا طولها 150 سنتي، طول العصا يربط في طرفها، ويكون هذا العلم ذو لونين، لون غامق ولون فاتح غالبا. كل لون من الألوان هذه له ميزة، وهذه اللونين هي ألوان ثابتة لكل رهط خاص، يعني لكل رهط له لونه المميز الخاص.
أسماء الرهوط عندنا مثلا هنا أتكلمنا في الأشبال كانت عبارة عن الألوان أو الطيور، وعند مرحلة الفتيان تكلمنا عن الحيوانات في المتقدم أيضا، وممكن تكلمنا أن يكون ممكن أسماء المدن لا مانع، أسماء الصحابة، أسماء الشخصيات العامة في الوطن، أسماء المسؤولين، أسماء الوزراء، كل ذا يتم الاتفاق عليه. بالنسبة للجوالة هناك يكون يرتبط دائما غالبا في الارتباط الانتماء الثقافي، فنسميه رهط العلوم، رهط الثقافة الرقمية، رهط الموسيقى، رهط الأدب، رهط المبادرات الاجتماعية، رهط أعمال الرياضة، رهط المهارات الكشفية، رهط الفنون، رهط الإعلام. ولكل لون، لكل علم من هذه الأعلام له لون للأرضية وله لون الحاشية أو الأطراف التي تكلمنا عنها، مثل أحمر وأصفر للعلوم، والأدب أبيض مع الحاشية يكون لونها برتقالي مثل هذا يعني تقريبا. عندما نتكلم الآن عن موضوع الرهط المميز، كيف يكون هناك لدينا رهط مميز؟ إذن لابد أن تكون له لوحة يضع فيها كل ما يراه مناسبة من أسماء الأفراد ودورهم، حكم ونصائح وناشيد وهكذا. ركن الرهط في أوقات عديدة يكون هناك متسع من الوقت لأنشطة الطليعة، لأنشطة الرهط، لأنشطة السداسي، هذا الكلام يكرر في الجميع، لأن هنا يهمنا أن نؤكد على قضية أن هذا الأسلوب هو يستمر لدينا في كل المراحل، وعلينا أن يكون كقادة مسؤولين أن يكون لكل رهط ركن أو مكان مخصص له لكي يمارس فيها نشاطه ولكي يبرز فيها أنشطته ومهاراته التي هو قام بها في العمل. اجتماعات الرهط، هناك اجتماعات لابد أن تكون هناك، لابد أن يكون اتخاذ قرار، لابد أن يكون هناك دور وفاعلية لكل المشاركين، كل يدلي بداية وكل يقول رأيه. هنا يكون لدينا اجتماعات الرهط في ما يسمى مجلس الرهط، أو إذا كان على مستوى رواد الرهوط فيكون بإدارة رائد العشيرة. الإداريات الخاصة بالرهوط مثلها مثل الطلايع السابقة، يترأس الاجتماع رائد الرهط ويمكن تفعيل المشاركة والتشاور بين الجميع. إذا كان على مستوى الطليعة الرهط فيكون على الحضور أعضاء الرهط، وإذا كان على مستوى أمانة المجلس الخاص بالعشيرة يكون على مستوى رواد الرهوط بإدارة الرائد الأول. بطبيعة الحال يكون لابد أن يكون لكل رهط سجل خاص به، وأن يكون سجل الاجتماعات، السجل الذهبي، صندوق الإسعافات الأولية، حصالة الرهط، المدخرات، الأدوات الكتابية وأدوات التدريب، وأيضا أدوات الرهط مثل الأدوات الخاصة من شعر مطرقة وهكذا. هذه لابد أن تتوفر، وتكلمنا عنها أيضا في كل المراحل. كل ما يقال هنا على مستوى الجزء الأول من المرحلة هو دائما يكرر، ولكن يكرر على حسب الاحتياجات لكل مرحلة من المراحل. الخصائص السنية لمرحلة الجوالة، وهنا نتوقف معكم في هذا اللقاء لهذا الأسبوع، ويكون لنا الأسبوع القادم بإذن الله تعالى مداخلاتنا مع الخصائص السنية لهذه المرحلة وكيف نتعاون أو نتشارك جميعا فيها مع بعض. الآن المجال مفتوح للمشاركة والمداخلة إن رأيتم. أنا حقيقة يعني تركت المجال للجميع في عملية المشاركة في هذا الجزء، لأن لدينا كنت أتمنى أن يكون لدينا عدد كبير من الجوالة مشاركين معنا في هذا اللقاء لكي نسمع منهم ما هو موجود في الطبيعة ونسمع منهم حوارهم ومناقشتهم. أتفضل قائد مجدي، رافع يدك، تفضل قائد مجدي، المايك لك. مرحبا، نكرر شكر والتقدير مرة أخرى للقناة حدود الإعلامية ولشخصكم القائد الأستاذ محراب على هذا السرد الجميل لمرحلة الجوالة. وحقيقة يعني استفدنا كثير جدا وعملنا استرجاع لكثير من المعلومات، لكن دار استفسر، ممكن تكون في معلومة فاتت عني
تذكرت المجموعات أو الرهط، يسمى إنه مثلا على حسب ما أعلم إنه مثلا زي ما قلت الوطنية، أنا مثلا بسمي رهط الإمام المهدي، رهط مثلا جعفر نميري، رهط مثلا البشير، رهط كذا رهط كذا كشخصيات. لكن زي سمعت إنه في تبوت رحت العلوم، رحت الآداب، رحت الموسيقى، رحت كده، ما أعرف هل ممكن يكون في اختلاف ولا لا لا دي هي مرحلة نفسها. مرحلة الله، تفضل تفضل كمل. هل يكون في اختلاف أو في تقارب بينه ومرحلة المتقدم؟ المتقدم برضو قريبين للأسماء بتاعت الرموز الوطنية والأسماء العلمية أو ذات التخصصية، يعتبرونهم كرواد ورواد في عمل تنمية المجتمع، ياخذوا هذا المنحة مثلهم مثل القوافل الجامعية اللي ممكن تغزو المجتمعات في تنمية الريف وكده. تمام. بالنسبة للمسمى احنا نقول ليس هناك شرط ثابت لا يمكن الخروج عنه في المسميات، ولكن دائما نراعي ان لكل مرحلة قيمتها الخاصة بها مع سنها المتقارب. فدائما في مرحلة البراعم، وفي مرحلة يعني في مرحلة البراعم نتكلم عن الزهور، عن الثمار، عن يعني ممكن يكون اسماء الرباع في اسماء الزهور او الفواكه. ممكن بالنسبه للاشبال يكون في اسماء الطيور مثلا، او يكون الوان، ممكن يكون الثلاثي الاحمر، الثلاثي الاصفر، الثلاثي. احنا نتكلم على يمكن ان يكون، فلا مانع ان يكون المسمى باي شكل من الاشكال طالما ان كان النطاق محدد واحد. بمعنى ان لدي، إذا تكلمنا عن الجوالة، لدي عشيرة جوالة واحدة، تمام؟ أوكي، هذه العشيرة حق الجوالة فيها عديد من الرهوب، فما ينفع إن أنا أقول رهط الأدب مع رهط الرياض مع رهط عمرو بن العاص مع رهط كازابلانكا. لاحظ الآن إنه نحن نوعنا في النمطية، فلا بد أن يكون النمطية واحدة، فإما أن تكون كلها رهط العلم، رهط الثقافة، رهط الأدب، رهط الموسيقى، إذا تكون على سلم واحد في النظام، أو إنها تكون على أسماء مثلا الخلفاء الراشدين، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، وهكذا على حسب العادات، أو أنها تكون بأسماء المدن، أسماء العواصم العربية، إذا أسماء يعني مثلا المسؤولين في الدولة زي ما تفضلت، أسماء الرؤساء. هذا النمطيه تكون واحده، لكن ما ينفع انه احنا في العشيره نفسها، احنا نتكلم على عشيره واحده، لكن قد يكون لدينا عشيره اخرى هذه تتكلم عن الاداب والثقافه، والثانيه تتكلم عن المدن، لا مانع. النمطيه واحده في العشيره. المسميات لا يكون هناك عندنا تزمت، لا لا لا، لابد ان يكون الاسم بهذه الطريقه، لا، لكن لابد ان تكون على نمط واحد فقط لا غير، هذا هو الاختلاف الذي لا نتفق عليه. أما يعني المسمى فلا مانع أن يكون بأي مسمى آخر، مع الشرط أن يكون النمط واحد. وإن شاء الله أكون أجبت على سؤالك. القائد وليد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزيلا. حياك الله سيدنا وليد. محمد، بارك الله فيكم على هذا البرنامج الطيب، والإدارة اللي موجودة معاك بارك الله فيهم. بالنسبة لمرحلة الجوالة، هي المرحلة المهمة سواء في الجامعات أو في الأندية أو في شركات أو في مؤسسات أخرى كثيرة، لأن مرحلة الجوالة نعتبرها نحن هي مرحلة التوب، هي القائد، هي المسيرة الجديدة لهذا الشخص اللي بيكون سواء في وظيفة، سواء كان عميد في الجامعة، سواء كان رئيس شركة. هذه المهمات اللي ياخذوها الشباب الكبار، لان بدوها من الصغار، من نحن نقول البراعم الى الجواله. بعد ذلك الرواد. دور الجواله في المجتمع اعتقد دور مهم، خاصه في الازمات اللي تاتي في المجتمعات،
فإذا كان جوال المتطوع ما بيقوم بهذه الأعمال، من بيقومها؟ لأن دور الجوال في تكوينه الأساسي اللي مر عليها خلال الفترة ودخل في هذه المرحلة، أعتقد هي مرحلة العطاء المستمر، وهذا هو العطاء الكبير اللي تقدمه للمجتمع. المجتمع بحاجة إلى الشباب، إلى السواعد، فمرحلة الجوالة في كل دولة أعتقد، يعني على سبيل المثال اللي تم إحنا عندنا في سلطنة عمان الجونو وشاهين، وهذا كان دور للجوالة دور كبير، لأنهم القيادات، هم الذين يأخذوا مجموعات التطوعية يقيدوها، هم يكونوا رؤساءها. فهنا الاعتماد على الجوالة اعتماد كبير، ويجب على الجوال أن يكون لهذا الوطن مخلصا، ويكون لهذا الوطن عطاء، ويكون لهذا الوطن سندا، لأن الجوال في هذه المرحلة أصبح الحين هو يعني القائد الراشد في هذه المرحلة. أما بالنسبة للتسميات، التسميات تختلف دولة من دولة من دول، وشخصيات من شخصيات، وشخصيات علمية وشخصيات أدبية وشخصيات تاريخية، هذا يختلف. وأنا أقول هذا البرنامج الحدوت أخي حقيقة أخذ كل المراحل، فهذه هو الحركة الكشفية. الحركة الكشفية بدأت اليوم إلى دوم مستمرة، فأنا أقول نكثر في برامج الجوالة ونعطيهم الفرصة لإدارة مجموعة وخلق القيادات الجديدة في كل إدارة، في كل مؤسسة. أتمنى من ذلك، ولكم كل الشكر والتحية، وبارك الله فيكم. يعني لا عطر بعد عروس قائد وليد، حقيقة أنت دائما تثرينا في لقاءاتك ومداخلاتك التي نعتز دائما بوجودك بها، ونشعر بأننا إن شاء الله من خلال تواجدكم أنتم وكثير من القيادات الكشفية التي لها دور في عملية التوجيه والتصحيح، بالإضافة إلى الإثراء، فتعظيم سلام للقائد وليد. وأيضا بالنسبة لي حقيقة أنا أعظم وأعطي تحية لكل جوال شارك في سلطنة عمان في الأزمة الأخيرة في إعصار شاهين، الذين قدموا جميع ما لديهم من إمكانيات ووقفة يشاد لها بالبنان. ونفتخر عندما أنا أرى حتى أبنائي في البيت، عندما تأتي صورة في التلفزيون أو أوريهم في اليوتيوب، أو ما قام به أخواننا وأبنائنا وأحبتنا في جوالة سلطنة عمان الشقيقة، ما قاموا به من أعمال في هذه الأزمة أو هذه الكارثة الطبيعية التي هي أحلت ليس لأي إنسان فيها أي دور، ولكن الدور الذي قاموا به الجوالة، وهنا هو مربط الفرس في لقاءنا في هذا اليوم والأسبوع القادم، أن الجوالة هم الأساس بالنسبة للبرامج النوعية التوعوية التنموية التي لها دور في المجتمع. شكرا وليد قائدنا العظيم، بارك الله فيك، ما قصرت، وأنا سعيد دائما بمداخلاتك معنا، بارك الله فيك. شكرا أستاذ العزيز، بارك الله فيكم. قائد مجدي أتفضل، رفعت إيدك مرة أخرى. عندي استفسار أو مداخلة بسيطة ونرجو التعليق عليها. الآن ضمن البرامج المطروحة من المنظمة الكشفية العالمية اللي هو المنتدى الشبابي أو منتدى الشباب، فإذا كان قلنا الشباب أفتكر هم منخرطين ضمن شنو؟ يعني مرحلة الجوالة، فما أعرف هل هذا البرنامج ممكن هو يكون، يعني هل هو هيكون إضافة ولا خص ولا دعم لبرامج الجوالة، أو على الأقل ممكن يضعف نشاط الجوالة، كان ممكن يكون هو يعني دعم من خلال نشاط الجوالة، يكون في حاجة اسمها منتدى الجوالة كذا، زي ما سمعنا مثلا كان في موت الجوالة تقريبا سنة 96، كان غايده عمره 26 سنة، من ضمن أفراد في السويد، من ضمن أفراد القادة المميزين، اختاروا شاب في سنهم كان عمره تقريبا 26 سنة على حسب ما أعلم معيته في هذه السن. ما أعرف إذا كان يعني هذا هو ممكن يبقى نوع من التوجس أو التخوف على أنه هذه البرامج ربما تخرج شوية من المراحل بتاعتنا، ما أعرف ضعيفة حتدعمها حتشيل حركة الجوالة، تفتكر إن كان هي تكون ضمن المنظومة بتاعت مرحلة الجوالة
حتى يبقى في تطور يعني او نمو زي ما احنا بنتكلم عن اداره المرحله. المرحله يعني ما تظل هي يعني صامده في حتات معينه، عندنا صح ثوابت، لكن البرامج هي متطوره وحديثه. يعني كان يكون ضمن المنظومه، ولا احتمال يكون مثلا ما عندي معلومه يعني نرجو التعليق. ولا قائد ماجد، يعني احنا بنتكلم مجدي عفوا في هذا الموضوع، ان البرامج أيوة. والمؤتمرات الخاصه بالجواله هي داعمه لبرامج وانشطه الجواله الموجوده في الدول وفي الجمعيات الكشفيه، هي ليس مستقله، بالعكس هي برامج اثرائيه، هي برامج. يعني احنا هنا نتكلم عندما يكون هناك برامج محليه، خلينا نتكلم عنها واحده واحده ثم ننتقل الى العالميه. عندما اكون انا مثلا في نادي ولدي مجموعة من الشباب أعمارهم من 17 سنة وما فوق حتى 24 أو 26 سنة، وهم يمثلوا لي مجموعة من الرهوط، وهذه مجموعة الرهوط تمثل عشيرة الجوالة الخاصة بالنادي الكشفي الخاص بها. هذه المجموعة الآن، ما هي البرامج الدولية التي يمكن أن يشاركوا بها كمجموعة صغيرة؟ لا يستطيعوا أن يشاركوا في برامج دولية، إذن لابد أن يكون أولاً يشاركوا على مستوى المحلي. يعني إذا تكلمنا مثلا، إذا أخذنا المثال مثلا الخرطوم، مجموعة من الجوالة الموجودين في مدينة الخرطوم يعملوا مع بعض ببرنامج خاص بهم هم في الجوالة، في مرحلة الجوالة، كمؤتمر، كمعسكر، كخدمة عامة على مستوى ولاية الخرطوم أو مدينة الخرطوم كما تسمى. أيضا في يعني مثلا في كسلة، في أم درمان، لكل مدينة يكون لها معسكرها الخاص بالجوالة. عندما نتكلم على المستوى الوطني، إذا كل هذه الفرق إما أن تشارك كلها بالكامل، أو يتم انتخاب من كل مدينة عشيرة واحدة تمثل المدينة أو تمثل الولاية. فهنا حيكون هناك مؤتمر أو معسكر أو مخيم أو برنامج للجوالة خاص وطني. إذا هو على مستوى مثلا السودان، إذا احنا نأخذ ونعطي في المثال الذي أنت ضربته. أما على المستوى العربي، فيتم انتخاب مجموعة عشيرة أو عشيرتين تشارك من كل دولة في أحد الدول المشاركة القريبة العربية، كانت مثلاً تكلمنا مصر، تكلمنا مثلاً تونس، تكلمنا حتى في السودان، حتى تكلمنا في أي مكان. الآن عندكم ما شاء الله تبارك الله محميات من المحميات الرائعة التي يمكن تنفيذ فيها كثير من البرامج الخلوية التي لها دور فعال في عملية تنمية ويعني وضع الكشافة في موقعها الصحيح اللي هو الطبيعي. فهنا حتصير مشاركة على مستوى الإقليم، ثم بعد كده يكون مشاركة على مستوى العالم. إذن هناك عدة مشاركات لنا كجوالة. هل هذا له أثر على عشائرنا الصغيرة اللي هي مثلا اللي تكلمنا عنها إنها في أحد الأندية؟ بالعكس، هي تثري، إحنا نتكلم عنها إنها تثري، وهي ليست ضد، إنما هي مع، هي تساعد، هي تنقل الجوال من مرحلة الشخصية أو المنطقية الصغيرة إلى على مستوى الولاية أو المدينة أو على مستوى الدولة أو على مستوى الإقليم أو أخيراً على مستوى العالمي. فهذه البرامج هذه إثرائية، يطالب مثلاً في المؤتمرات العالمية، يطالب بمؤتمرات الشباب أن يكون هناك لقاء للجوالة. هذا اللقاء غالبا يكون يرشح له 2 أو 4 على حسب اللائحة والنظام المعمول به من خلال المنظمة الكشفية العالمية، بحيث أنه يمثل كل دولة مجموعة من الجوالة، يكونوا أولاد وبنات، شباب وشابات مع بعض، يمثلوا قد يكونوا 2 قد يكونوا 4 على حسب المساحة المتاحة لهذا البرنامج ويشاركوا فيه. سؤالك هل هو يعني معطل أو إنه ضد؟ لا، إنه بالعكس هو مساعد ومساهم، بالعكس إنه ينقل الكشفية المحلية إلى الكشفية العالمية، ثم ننقل الخبرات. يعني كما تفضلت، أنا يعني أنت ذكرت السويد، أنا أتكلم عن نفسي أنا كشخص كمحمد محراب، عندما حضرت السويد في ذلك الوقت، بكل أمانة أقولها وكل شفافية، عندما حضرت مخيم السويد الدولي اللي هو الجامبوري العالمي في السويد، كانت لي في الحركة الكشفية 38 عاما، يعني كخدمة عمل كشفي أن شاركت في أشبال وبراعم وهكذا. لكن الثمانية الأيام حق المخيم حق السويد أعتبره أنه مسح لي كل السابق وأعطاني معلومات جديدة، أعطاني فكر جديد، أعطاني تفكير جديد، أعطاني هذه الخبرة المنقولة، لأنه نحن رأينا غيرا.
راينا غيرنا كيف ينفذ برامج وكيف ينفذ انشطته، كيف تكون هناك برامج وانشطه التي يمكن لكل كشاف او كل جوال ان يشارك فيها ويقدم وياخذ ويتعلم. هذا هو يعني هذه الفائدة من نقل الخبرات والمشاركات العالمية. وإن شاء الله أكون أجبت لسؤال قائد مجد. إذا هناك مداخلات عندنا هنا، شكرا جزيلا. القائد عبد القادر كان بيسأل هل المرأة دخلت في عشرينات القرن الماضي في الجوال؟ لا طبعا، من زمان، من يعني دخلت في الكشافة من بداياتها، حتى قبل أن يتزوج بادن بال اللي هو كانت سنت كريت اللي هي زوجة أوليفر، قبل أن يتزوجها فهو أسند مهمة المرشدات إلى أخته أغنيس. إذن دخول المرأة للحركة الكشفية من السابق، من البدايات، من بداية الكشافة عندما استمرت، بدأت في مرحلة يعني في 1918 بدأت مرحلة الجوالة، كانوا البنات موجودين، السيدات كانوا موجودين، الفتيات كانوا موجودين في هذه المرحلة. بالنسبة لسؤالك هل حفظ آيات من القرآن الكريم وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم هي واجب أو فرض لدخول الجوالة؟ إحنا نتكلم التعمق الديني لكل دين، هذا تعمق ديني خاص به. في المبادئ، في الواجبات، واجبي أنا نحو الله هو التزامي بديني. طيب لو كان معايا أو لو كان مثلا في أحد الدول في مثلا مسلمين وفي مسيحيين، إذن هل هم مطالبين أن يحفظوا الآيات القرآنية؟ بطبيعة الحال هم يحفظوا آياتهم الخاصة بالإنجيل والتوراة والأذون وهكذا. فإذن لكل مجال روحي هناك متطلبات، ليس شرط أن يكون آيات قرآنية، إنما المشاركة بالمجال على حسب ما هو الموجود في المنهج. ولو أطلعت أخي القائد عبد القادر إلى الكتيبات التي قامت المنظمة الكشفية العالمية حقيقة بإعدادها، حوالي 16 كتيب موجود على صفحة المنظمة، فهو هنا نجد أن الكثير من الإمكانيات التي يمكن تساعد هذا الموضوع. تفضل قائد الدفاع. عبد القادر افتح المايك مفتوح. السلام عليكم ورحمه الله قادم محمد. السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. الله يبارك فيك. يعني انا عندما سالت هذا السؤال، لانه نحن عندما كنا نعطي في دوره الدوره للجوالي كان لدينا ضمن الاتحاد، تعلم انه في لبنان. نعم. فأنا استغربت بهذا الأمر، إنه يوجد أن يحفظ جزء من القرآن الكريم، وهذا واجب علينا نحن كمسلمين، وأن يحفظ حديثان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا بالحركة بجمعية في أناس نصارى بالاتحاد الكشاف لبنان، يعني نحن يعني نختلف عن أي دول في دول عربية. قلت قائد عبد القادر ضايع، يعني في تقطيع، لذلك أنا سألت هذا السؤال. أقول غالب الصوت تبعك أو مداخلتك كانت مقطعة، لم نستفد من المداخلة، لكن واضح أن كلامك أنه أنتم عندكم لديكم جمعية، جمعية اتحاد كشاف لبنان، وهو فيه جميع الجمعيات تقريبا حوالي حسب علمي 34 أو 35 جمعية مستقلة، كلكم في اتحاد واحد اسمه اتحاد كشاف لبنان. هل مطلوب من الجميع أن يحفظوا آيات القرآن؟ بطبيعة الحال نحن نعلم مثلا عندكم في دولة لبنان الكثير من يعني مثلا من الديانات الموجودة بالإضافة إلى الإسلام والمسيحية والدروز وغيرهم من كثير من، يعني أنا لا أعلم حقيقة، لا أستطيع أن أتكلم في موضوع لا أعلم بشكل أوضح، ولكن أقول أن لكل ديانة ولكل اتجاه
له ما له من الناحية العقدية، وهنا لا يلزم الجميع بنمط واحد، يلزم بنمط مذهبه أو دين. ترى أكون أجبتك. الله يبارك فيك قائد محمد. بوجه. شكرا قائد عبد القادر. قائد يحيى داخل لي في الشاشة، تفضل عندك مداخلة. أبو سلطان المايك عندك مفتوح، تفضل. طيب يا أخوان إذا كانت هناك، جزاك الله خير، شكرا قائد يحيى، الله يعطيك العافية. إخوتي وأحبتي إذا كان هناك سؤال فنحن يعني على الرحب والسعة لمداخلاتكم، وأنا أرى هنا كمان إذا كان هناك أسئلة بالنسبة للفيس، واضح إنه ما في شيء، لكن الحمد لله هذا الشيء. طيب موعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى في نفس الموعد إن شاء الله لاستكمال الحلقة الأخيرة من سلسلة عالم الكشافة، وتكون هذه الحلقة العاشرة لعالم الكشفية، العالم الممتع، مع الجزء الأخير من مرحلة الجوالة. ثم ننتقل بإذن الله تعالى في الأسبوع اللي بعده، هنبدأ في موضوع دورة تدريبية لعرفاء الطلائع. هذه الدورة تكون شاملة للعرفاء بغض النظر عريف طليعة، رئيس سداسي، رائد رهب، إنما نتكلم على العرفاء بالإجمال، وسوف نتحدث عن هذا الموضوع بشكل أوضح إن شاء الله تعالى. ولكم مني خالص الدعاء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم تسليما كثيرا. الله يبارك.